كما ذكرت في المقدمة ديال البرنامج، فعندنا ضيوف معنا حاضرين هنا في الاستديو. الضيف الثاني كيتعلق الأمر بالأخ العربي بن عليلو اللي هو مستشار اجتماعي بالمقاطعة ديال بوصل لمر، والموضوع دائما غادي يبقى هو الإجراء اللي ناوية الحكومة الهولندية تبدأ فيه الشهور القادمة، واللي كيخص جرد الممتلكات لا ديال المغاربة ولا ديال الأتراك ولا ديال السوريناميين. باش نحاولوا نحيطوا بالموضوع من كل الجوانب ديالو، كما ذكرت معنا الاخ العربي. العربي مرحبا بك. اهلا وسهلا. طيب العربي، انت عندك احتكاك يومي بالناس، خصوصا المغاربه اللي كيجيو عندك المكتب ديالك، واش كتطرح هذا الموضوع بالنسبه لك؟ اولا السلام عليكم. دابا ملي انا هاد الخبر هذا وصلني، انا كنت في عطله في المغرب. نعم. ملي جيت هنا لهولندا، التليفونات تقريبا الناس كلهم تيضربوا لي التليفون وتيسولوا واش هادشي حقيقي ولا ماشي حقيقي ولا الى اخره. الاسئله اللي تطرح لنا الاغلبيه، واش الحكومه المغربيه غادي تبقى تعطي المعلومات حول الممتلكات اللي عند الناس اللي ساكنين في هولندا؟ نعم. فعلا عدد ديال الناس اللي تيقول لك دابا انا في هذا الوقت هذا تنفكر باش نكتب ديك الدار على حسب الام ديالي ولا الاب ديالي ولا الاخ ديالي ولا شي حاجه، وعدد ديال الناس اللي تيقول لك انا غنمشي نبيعها هذه الارض اللي عندي ولا هذه غنمشي نبيعها باش نتهنى من هذه المشاكل هذو كامل. نعم. شنو هما المشاكل اللي غادي يكونوا تجاه هذا القانون؟ المشاكل اللي غادي يكونوا تجاه هذا القانون على حسب المعلومات ديالي انا، بان المصلحه الضريبيه ديال هولندا هي اللي عندها مصلحه في هادشي. نعم. اما الاغلبيه الحكومه المغربيه ربما ما عندهاش مصلحه كاع في هاد الاشياء. نعم. الشيء الاولاني بان كما تنعرفوا كاملين هنا في هولندا هادي شحال، والحكومه المغربيه تتحاول، وخصوصا الناس اللي تيتقاضاو التعويضات الاجتماعيه اللي تنسميوهم من عند الدي في اي سوشيال دينس، تتحاول بان تعمل ابحاث وتشوف واش عندهم ممتلكات في البلد اللي ديالهم الاصلي. نعم. حاولوا باش يديروا لجنه، وحاولوا باش يديروا اتفاقيات، ومع الاخر تلقاو صعوبات باش يحصلوا على المعلومات الكافيه. نعم. في الايام الاعوام الاخيره، هاد العامين الاخرانيه ولا الثلاث سنين الاخرانيه، بانهم صابوا طريقه اخرى باش يوصلوا للمعلومات ديال الانسان اللي هو عايش في المغرب وعنده ممتلكات في تقاضى هنا التعويض الاجتماعي. نعم. شنو هما هاد الطرق اللي اختاروه؟ اختاروا الطرق بانهم تيتعاملوا مع المحاميين ومع الموثقين اللي عندنا في المغرب. نعم. لما يجيهم المعلومات بما ان السيد ساكن في الحسيمه لنفرض، تيتصلوا بمحامي تما او موثق اللي تما وتعطيوه المعلومات ديال ديك السيد. هذاك تيمشي، تتعرف حنا المحافظه بان الملكيه، شهاده الملكيه تتسوى 75 درهم. نعم. إذا مشيتي أنت بيدك وديتي المعلومات كافية ولا الرقم ديال الملكية، يمكن يعطيوها لك المحافظة. نعم. إذا ملي تيجي بديك الرسم هذاك ديال الملكية 75 درهم، تيسلموا للناس اللي هما عطاوه الأمر باش يقوم بالعمل. نعم. من بعد تتبدا الحكومة الهولندية حول البحث ديالها، وتتعمل صور ديال ديك الممتلكات اللي كاينة، داك المنزل تيديروا التصاور، وتياخذوا الشهود من عند الناس اللي ساكنين في ديك الحومه، تيبقاو يسقسيوهم شكون ديال من هاد الدار وشكون مولاها والى اخره، تيوجدوا الملف ديالهم كامل. ملي تيوجدوا الملف عاد تيستدعيو السيد من هنا، تيصيفطوا له واحد الملف تيقول له تمكن تعمروا لنا. في ديك الملف كاين سؤال، شنو هو السؤال؟ السؤال مكتوب عليه واش عندك ممتلكات خارج هولندا او لا ما عندك شيء. نعم. الاغلبيه كما تنعرفوا الناس تدير لا. نعم. ما تديرش ديك نعم بان عندها ممتلكات. إذا إلا عملتي نعم تتسمى بأن شهدتي بأن عندك ممتلكات. نعم. عملتي لا تتسمى بأن اخترقتي القانون، وخصوصا إذا وصلوا هما لواحد النتيجة صابوا عندك الممتلكات. نعم. بأن تيكون هنا تزوير. نعم. والتزوير يعاقب عليه من طرف صح. القانون. نعم. إذا ملي تتعطي أنت هذيك المعلومة، تيقول لك هما حنا عندنا معلومات جاتنا من المغرب ولا من تركيا بأن راه عندك ممتلكات. وعدنا المعلومات كاملين، ديك الساعه تصبح في البحث. نعم. الشيء اللي تتاخذ دابا، الاجراءات اللي تتاخذ الدي في اي ديز فيركين انكوما، هي السوسيال ديز اللي كانت معروفه قبل، هو بما ان تتوقف لك الاوتكيلين وتتقول لك سير حتى تجيب لنا هاد المعلومات اللي حنا عندنا، تجيب لنا الحجاج بان ما عندك والو. نعم. او تجيب لنا الحجاج
ساعدوا له بشحال تيتسوى هاد الممتلكات اللي عندك في البلاد. نعم. اذا انت خصك تمشي تجيب هاد الممتلكات وتجي. كما تنعرفوا حنايا بما ان كاينه واحد المبلغ اللي عندك الحق فيه يكون عندك. نعم. بحال دابا الناس اللي هما في السوسياليز عندهم الحق يكون عندهم حتى 9000 الاورو. الا كانت هاد الممتلكات تتسوى 9000 الاورو ما كاين حتى شي مشكل. يعني معفي. معفي من هذا يقدر ياخذ الارض كاينين ديالو. نعم. الا كان بوحدو هنا عايش ما خصوش يفوت 4500 ديال الاورو. نعم. الا كان هاد ساعدوا الممتلكات اللي موجوده في البلاد تتسوى اكثر من ديك المقدار هذاك تيقول لك سير حتى توصل تاكل ديك الشيء بيع الدار ديالك وكل واحد ملي توصل ديك المقدار المعفي ديك الساعات نعطيوك الارض ديالي. نعم. المهم هنا هذا هو الطريقه اللي كانت الى حد الان ماشي بها. نعم. لكن هاد الطريقه هذه تنظن انا بان الحكومه الهولنديه لقات صعوبات باش توصل للمعلومات اللي هي خصها. نعم. بهاد الطريقه هذه اللي غادي يديروا دابا جديده اللي هي هاد الاتفاقيه الثنائيه اللي غادي يديروا مع المغرب ومع تركيا ومع دول الاخرى تنظن انا بان ابتداء من هذا 1 يناير 2015 يمكن الكاتب ديال الضريبه هنايا او واحد من مصلحه ديال الضرائب يمكن يضرب في الكمبيوتر ويضرب اسمك ويحصل على المعلومات السيستم ديال المغرب كامل يشوف فيه. نعم. يقدر يشوفك واش تخلص الضريبه ديال العقار في المغرب واش تخلص شي ضريبه في المغرب وهذه من جمله ديك الضريبه اللي تتخلص في المغرب يقدر يقول لك بان راه عندك ممتلكات. نعم. نعم. لان يقدروا نقولوا مثال اذا قالوا احمد تيخلص الضريبه في المغرب على الارض ولا على شي دار اذا عنده الممتلكات. نعم. اذا يقدروا يصيفطوا لك بان يقولوا لك دي راه عندك ممتلكات خصك تصرح بها. نعم. كما تنعرفوا بما ان في القانون ديال هولندا وخصوصا القانون الضريبي كل سنه تنعمروا واحد الملف استثمار. نعم. ديال ضريبه الدخل. نعم. ديك ضريبه الدخل كاينه عاوتاني اسئله. نعم. تتقول بما ان واش الانسان عنده شي توفير في الابناك خارج هولندا او عنده شي ممتلكات خارج هولندا خصو يدلي بها. نعم. دابا هاد القانون اللي غادي يجي جديد هو غادي يسهل عليهم الامورات لان تلا عمرتي في الاستثمار ديالك انت ديال الضريبيه ديال السنه بان ما عندكش هذا يقدروا هما يكونتروليو في السيستيم ويصيبوا بان عندك دار في المغرب ويمكن يحسبوك. نعم. الشيء اللي هو خطير جدا هو يمكن الى ما دليتيش انت ديك الممتلكات ديالك وهما حصلوا على نتيجه بان عندك الممتلكات يمكن يرجعوا معك 12 سنه الى الوراء. نعم. وهاد 12 سنه غتكون كارثه بالنسبه للناس كاملين. علاش؟ لان تنعرفوا حنايا بما ان لا عندك ممتلكات تيخصك حتى لواحد المبلغ بانك معفي منه. المبلغ بحال المزوجين عندهم 42000 الاورو. نعم. معفيين منها الناس اللي هما بوحدهم عايشين 21000. نعم. الى هاد الناس فاتوا ديك 42 كل اورو اللي هو زايد تيخصك تخلص عليه الضريبه 1.2%. نعم. اذا لا عطينا حنا المثال ديال واحد الانسان اللي هو مراه مزوجه هي وراجلها وعندهم دار في المغرب وتتسوى 100000 الاورو الا كان هاد الناس هادو صايطوا له عندهم هاد 100000 تيخصهم يخلص مزولوا من هذيك 42 وكذلك الا كانوا الناس باقا ديك الدار فيها الدين المبلغ اللي هو الدين تاهو خصو تزولوا من هذيك 100000 الباقي اللي تيبقى تشوفوا عاوتاني واش عندك شي في الابناك واش عندك شي صندوق توفير ولا شيء واش عندك املاك اخرى تيزيدوها حتى هي عليها. نعم. المجموع ديالهم تقدر تخلص عليه 1.2%. 2%. نعم. الا شفنا المثال ديال هاد الناس دابا اللي هضرنا عليهم اللي عندهم 100000 بعد الخضره تتوصل حتى 800 اورو في السنه تقدر. نعم. تخلصها. نعم. اذا لا خلصتي 800000 ديال الضريبه 800 اورو ديال الضريبه. نعم. الا هاد ما صرحتيش انت نصحاب الضريبه والضريبه جاو وقالوا ودي بانك انت عندك الممتلكات هذه شحال سنين وانت ما صرحتيش بها اذا يمكن يرجعوا معك 12 سنه اذا 12 سنه ضربناها في 800 راه تتوصل يعني 10000 12000 اورو اكثر تتوصل حتى 42000 اورو تقدر توصل لك فهمتي ولا لا اذا حنايا هنا فاش خص الانسان يفكر مزيان فهمتي ولا لا. نعم. واللي تنطلبوا حنايا هو بما ان الحكومه المغربيه تفكر مزيان لان الجاليه ديالها اللي هي موجوده في هولندا الى هاد طبقت القانون بان غادي تصبح كارثه
على هاد الناس كاملين. وربما الناس عداد اللي تيقول لك دابا كما تنسمع انا في التليفون اللي تيضربوا لي التليفون تيقول لك انا غادي نبيع داري اولا غنبيع الارض ديالي اولا غادي نكتبها باسم دموي اولا نكتبها بهذا، وهذاك الشيء يمكن غادي يصبح كارثه عندنا في المغرب. نعم.